فيقول لك راهو موضوع حريات معادش نقاش. انا لفت نظري صفحه البونداز، حباء الكره ومجموعات تاع الكره يعرفوهم، هذه مجموعات النادي الافريقي البوندالز على الاقل. هذه شوفوا في الخلفيه بلا نشوفوها في الصوره هذه، هاي نورث بوندالز باج اوفيسيال، الصفحه الرسميه فيها 8000 تقريبا. اش يحكوا هذا؟ عندهم نهارين بتاريخ البارح، البارح فقط حتى تعرف ربما بالفعل راهو الامر لم يعد مقتصرا على السياسيين والمعارضين والصادقين والثابتين، حتى اللي كانوا عندهم راي مناصرين وما ظهروش بالثابتين. هكا تشوف الوضع على السف الشديد، احنا ما نشمتوش ولكن الوضع مزري. شوفوا الصفحه نتاع البوندالز الشعكي، هل اصبح التشبث بحقنا في عدم الاعتداء على معطياتنا الشخصيه امرا يستفز قوات البوليس لهذه الدرجه؟ اتفقنا اليوم نحن مجموعات النادي الافريقي على ان نجتمع موحدين وندخل الى قاعه رادس ونحرص على الوقوف ضد اي ممارسات دنيئه او انتهاكات متواتره من قبل قوات القمع، واثر محاولاتهم العديده لاستفزازنا وتصويرنا وتفتيشنا بطريقه تعتدي على حرمتنا الجسديه، فاننا قررنا الاحتجاج بطريقه سلميه والخروج من القاعه حيث جوبهنا. اسمعوا، هذا مش معارضين سياسيين، هذا جمهور الكوره. جوبهنا بكم من هائل من الايقافات العشوائيه وقنابل الغاز، وهو ما يؤكد الاستراتيجيات القمعيه التي تنتهجها وزاره الداخليه التنكيل لبناء، فترقبوا ردنا قريبا، ما زلنا لين تقولوا ماينا. هذه صفحه انا انقل ناقل الكفر ليس بكافر. اولا صفحه والله تحيه كبيره للادمين تاع الصفحه هذه، انما انا نقل تقريبا واحد خمسه سطور، سطور ما فهمش خطا، عكس رئاسه الحكومه البارح عامله برشا اخطاء في بلاخه رغم شكرناهم سابقا، وشوف الاخطاء التركيبيه صفحه رئيس الجمهوريه. لكن شوف الفونداز جاكو استاذ بشر، يعني ينحون مصبابتهم جمهور كي خارج من القاعه يفرضوا، هذا برشا كتبوا لي على المسنجر، ينحون مصبابتهم طرقهم تاع تفتيش مهينه، هم دخلوهم يفتشوا فيهم يقولوا في الخروج. هذه جماهير الكوره، لست ادري على علم بقيه المجموعات الكره، اما هذه ادخلوا وحدكم مجموعه البونداز تقريبا فيها 80000 متابع، وتعرفوا اهميه جماعه الكره. هات نعيد على ما سمعكم ماذا ورد في صفحه نورث بونداز، هذه احدى مجموعات النادي الافريقي، تقول لك تحكي البارح فقط راه تاريخ البارح، تقول لك انه اتفقت جماهير مجموعات افريقيا، مجموعات برشا. استاذ بشر مرحبا بك مره اخرى، اما حاول اضبط الصوره بطريقه افقيه حتى نعم لك كلمه استاذ بشر. نعم نرجع للتعليق حول مجموعات النادي الافريقي اللي تقول كونها اعتدي عليها وطرق تفتيش مهينه من قبل وزاره الداخليه، احنا ضد التهديد نتاعها اذا كان خارج العنف، ولكن هذا حقها في التعبير.